مسجد الجامع إكويا لديغانك أو دين لإقوبة الكباي أو أها مساجد عالمي أو إسلام أركانا لغجوغو حلقي لديساي سندكي كون سغال بقل سديتنكي أيا واحا إقود أهام بددك ديغانك كردقنا إقو آنصدين إن ديبلو ديا عطرو مادام مساجدكو أها مسجد عانا إسلام أركانا مغاعيو ماموس كولا تولوجينك خوصي مادا ديغانك أو دين لإقوبة الكباي مساجدك أيا شقدي سوحا أي مرأي ساحر وناكسن أيضو عالمي استارتي في أغور بحيي حالة مساجد كهلك أي مرسو قدق مساجد كامع الديغان كأودين لأي قبل كباي كل يسيسين أرغاهتان ويبتاغنا مساجد كأودين لأي كل مساجد كنا كان يسندر مهتون أرغاهتان مساجد كجامعو إلهي كين رونيا الله سبحانه وتعالى انت مركاسي وتعاونوا على البر والتقوى ناريو إن مركاسي إن اسكال ميسونا مسلمين ده إن بميل كسر وغان عدان إيو واكي ميدو ويباكو أصدان إن مساعد كأو دين لنينك كالمو يان كل مساعد كان حدو سنتيني مراهيو إن بيان تيركي مركاسي نينشومي برو جيولي هان أو نين تتاقون إسين برغاهي تانو نبغ صلوات الله وسلام عليك يوي بانا ري من بانا لله مسجدا بان الله له بيتا في الجنة ولا ليال كل ما يبورتن إن شاء الله هم ويبا سين شاقان إيها ونطم ويبوها سنين مسجد كي أودي نجامعة أيام أي بوها نحاش عندنا مراهاي ميل إبرة الله بلاوي الحمد لله حتى ما عند ميل أونه وما يبى لروجة هن إني والله قوة دلنا كي مسلم كوي درع ماو برشيد مسلمين ده ما يبى إن شاء الله نتلتصان إني والله قوة دي آت بلاو لي ما إن إني أونه ولن جندنا إن شاء الله لن فرينا لن درع رهايو إن شاء الله ما يبى حال درع ماس ياتني مراهاي ما يبقى لنا هذه إله إر مسلمين تملأ بالروعة مساجد حال دي سنتين مراهية تمل حساسية مراهية هذا ما يبقى بعض وتم بعض هذا ما يبقى شيد إيو أردوي إيو شامين ده هذه إله إر هذا هن اسم الله أنت هاي أنت إن بدنا ولا كشقة مسلمين بدنا ولا كليبتي ولا هك درستي هذه إله إر ما لنا أنت هاد دم مسلمين تدا ما أنت أنت ندعاس نارعاس لقول ما يلف هذه إله إر الشيء هر إنبافي جاب جن ولا كدرس هذه إله إر ولا سلوكه بنا ولا نيكلوكه بتم أنت هسا أنباه المسلمين ميلول بروجان كل مساجد باهر إس إيدا وينت بل عجل لباتي شن إيو لباتن إيو سيدو مرك ميل فدان لما دوني سكويل هدي راه يبقى أقول هذا لما قول ميل فدان هكو جيب هذا ضدنا ولا عليه هكو جيب هذا أنت هكو جيب قاتين ميل أنا حول جو برخي يمان عليه سي حول برخي يمان عليه سي إيال برخي يمان عليه سي أنت نيجي وجلد جنات فردوسو ينت عليه سي أنت نيجي نبتة جهنم ينت عليه كوي جاب لما قول ميل أنا هو مسلم أدان يمدو مين كباغن قيلنا أن كنا هدي لا هير مجال دو يرو بعد اسم دو بولو كرت ما يفضل هدي لا هير لمويل بون أرجع أو حالة ده أن سهد للصعود ما يفضل هدي لا هير للسفيل للصعود شو مرجيس شيك شو مرجيس لان لير هاتلسي ومرش حسن شيك مساجد أني قاب نوني يرو قديمي يا هاي لكن رونيا وسوب ديري هلجي الحمد لله شخص يغدسي جي مريدي حتى جيك lang onay oo ama anisiin dhisan erimale lam lam kun shilin riidooshan dooradooshan salka dhisahay muslimiinta dan in midow meel biyo roogan may ko tadaan dad badan oo muslim ayaa tub dan idigid jira oo xana aaway onay oo ilaahay dartiis walaan diibdi badan jaran walin waalidiintii oo dhimadeen dartii oo han diibdin ee wali onay iyo naftir iyo bandiisan jood أخرهم دي بذين درتيو قدومي هديغانك أو دين لإبراهيم محمد نور كاللاي وحالك سي جوغي أيا قود أحامبا وحاو كعود صدي الدون وينها مسلمين تجوغان إن أيقا عنك جيستان مساجد كان صدي لو ضيعتري لها ما دام مساجد كو يهي مساجد عنكو أديغانا دان إسلام أركان أحل بولوة داد يوغا كردقان ديغانك أو دين لإيو تولوينك خوص يمادا انت لدس أم انت هولا لك الدرس ده وار إنك فال بذن بيتك إلهي سبحانه وتعالى مركو والعليال walik otsana muslimiinta meel kasto iyo roogan in ma ila raais la garab suru mid jamaadan ma ila raais la aawi wal allah la wali oo ala qadar taag ay lam obodis eho ilaahay ha ka qaado kormana arday intii ka garab suru oxenting sada mana arday walaalkay sheekh usmaan bin sheegi masajidkan wali baa masajid qadiim ah ana ugu yaraan hal qarn ama ka dhawaad ya dhisini masajid dhowr qaybadahay qiibta soor sadan taariikhan deegaan wali ba dhiibay allah naarisa arday oo idin gadiidow dhismadana way ba dhisay sheekh umar jiis lan kale allah naarisa dadkaasi oo dhamuna tahay deegni leh malan wan aragnay malla marka wali ba tusaalan eeyin dadka deegaamadan inta ahlul khair haayeen hadii shaqsina dhulantaas ag dhiibi jari shaqsina mana dhisi jari
dad ahlul khayr ah oo noo iman badan marka wayba muujin intii la kadeeyay geebtun dambasaana taariikhaan dheegi waliba arday aw sheegsaag bano ya arday gaad isuu anag naharis sadam ana dadkaas aan dhimadan ama aan baheen ya unoon aan baadoon lagnam roogo doon marka meel wala ka darada ama meel raayis ee sadagal ka dibid meel in fala badan aytu muslimiinta dhamaan meel kasto roogan oo amana arday jinsiid jinsiid ama arday in shal qaadan wari ko asadana in jamcadan la garab sirmo la aawo baahida uu qabo masjidul jaamac ee deegaanka awdiinle ayaan ahayna mid ku filan dadyowga ku dhaqan deegaanka awdiinle iyo tuulooyinka hoos yimaada maadaama masjidka laga rabo in laga dhigo laba biyaana isla markaana dadka deegaanka ku dhaqan ay yihiin dadyow inta badan noloshoodii aan ku tiirsaneyn ganacsi isla markaana u baahan in ay helaan gacan kale si masjidka loo dayactiro isla markaana hooshiisa loo gabagabeeyo xasan cali daawud xasan sheelare tv ga caalamiga star tv deegaanka awdiinle gobolka bay